بكثافة التكنولوجيا المتاحة. إذن ما لدينا الآن أو الخطر لا يكمن في معرفة التكنولوجيا أو الأبحاث التي تمتد وتحقق التقدم في سرعة كبيرة. السؤال الأهم هو كيف نستخدمها من أجل المصلحة الفضلى، وكيف نمكن نصف القوة العاملة أو السدس النازح، وكيف نوفر المهارات وتوفير المهارات الجديدة لكي يواجهوا هذه الموجة ويستفيدوا منها بدلا أن تواجهوا مخاطر منها. نتحدث عن التأثير مرارا وتكرارا، نسمع وكل وظائفنا نسمع بأن كل شيء سوف يكون مؤتمتا. هذا ليس صحيح. بشكل عام نتحدث عن الوظائف التي يمكن أن تعد أنها باتت قديمة أو تكرارية أو مضجرة. إلى حد ما يمكن أن نقول بأن هذه انباء سارة لهؤلاء الذين تمنح لهم الفرصة لتطوير مستوياتهم والانتقال إلى ما وصفه شخص ما لي قبل بضعة أيام، الوظائف الأكثر شغفا التي هي بحاجة إلى عاطفة إنسانية للعمل فيها. السؤال هو برأيك أين ترى المؤشرات أو أمثلة عن الدول التي هي في هذا الموقف والتي تفعل أي شيء لتغيير السياسات؟ نحن نتحدث بين 18 إلى سنتين، فهذه التكنولوجيا المعرقلة والتي باتت جزءا من هذه الثورة سوف تبدأ بالعمل. 5G وصل وبدأ ينشر، أين ترى الأمثلة الجيدة؟ الأمر حصل أصلا ليس خلال سنة أو 18 شهرا، هو يحصل في كل يوم بينما نتحدث الآن، وكذلك يحصل بسرعة مختلفة. ليس كل دولة تتبنى الثورة الرقمية، وليس كل دولة في طليعة أو في المرحلة المتقدمة. بعض الدول لا زالت تواكب الثورة الصناعية الثالثة، وبعض الاقتصادات فيها دول فيها اقتصادات نائية وغير متقدمة نسبيا. وبعد ذلك لدينا في العديد من الدول النامية السؤال حول إمكانية الوصول، وهذا أيضا عنصر هام جدا. السؤال الأهم كما ذكرت ربما تعتبر وظائف بالية أو هو نبأ سار، لأن بعض الآلات ربما تحل لتقوم بعمل أفضل أو أسرع لتضمن عدم وجود الأخطاء، ولن يصاب أي شخص بصداع من الأصوات أو الأجهزة وغيرها. ولكن السؤال هو ماذا نفعل بهذا العدد الكبير جدا من القوى العاملة، و كذلك ماذا نفعل بمئات الملايين من الشباب الذين لم يندمجوا مع هذه الثورة وهو الجزء الآخر من التحدي. إذن لدينا أمثلة في الولايات المتحدة والدول الشمال وعدد من الدول الأخرى في أوروبا، ولكن السؤال هو مرة أخرى حتى في أوروبا أو الولايات المتحدة هنالك بعض الأمثلة عن أشخاص متأخرين جدا، وفي المملكة المتحدة هنالك مدن على بعد أميال قليلا، بعضها هنالك 6 أو 8 سنوات من معدل أعمارهم ومتأثرين بالرقمية وفروقات كبيرة جدا في هذه الخدمات. السؤال هو كيف نحقق المساواة وكيف نجعل العالم الرقمي ممكن كبير، وكيف نتعامل مع مسؤوليات الحماية، لأن هنالك مسؤولية الحماية ليس فقط الوظائف وجودة الحياة وغيرها، بل كذلك
كيف لا نتسبب بالأوضاع التي تصبح الدولة فيها مزودا للمساعدة للأشخاص من غير الوظائف أو العاطلين عن العمل لأنهم تأثروا بسبب الثورة الرقمية. إذن هنالك مسألة الامتلاك وعدم الامتلاك. جزء من العالم فيه 5G ومنتشر، وهذه التكنولوجيا المعرقلة بدأت تنتشر ودول أخرى ليس فيها. فماذا نفعل مع هؤلاء الذين ربما تتأثر وظائفهم أو يخسرون وظائف نتيجة لذلك؟ المسألة التي تشير إليها أنه لا توجد إجابات واضحة، ولكن هناك أمور كثيرة يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار. لدينا إذن العديد من الحوادث التي تحصل، وبطبيعة الحال لقد قمنا مؤخرا وفي مهلة أو في فترة من 6 أشهر قالت منظمة التعاون التنمية في الميدان الاقتصادي بأن النمو سوف يكون بنسبة 4%. أما اليوم فلقد توقعنا بأن النسبة لن تتجاوز 3.5%. فلما فقدنا 0.5% مما يمكننا أن نتوقعه لجهة النمو، والذي طبعا إذا ما قمنا بعملية حسابية بسيطة يرقى إلى المليارات. ربما يمكن أن تزيد الأمور سوءا. ربما هذا الأمر مرتبط بحالات التوتر، وإن هذه الظروف باتت تعزى طبعا إلى الوضع التكنولوجي، إلى هذا الشرخ التكنولوجي مجددا. إن ثورة الرقمية وإن ثورة الصناعية الرابعة أو أيا كانت التسمية التي تطلق عليها يفترض بها أن تكون عملية معززة بطريقة تبادلية، بحيث يمكن لطرف أن يعزز عملية تتلقاها الجهات الأخرى. أما اليوم فيبدو بأنه سيكون لدينا مجموعة من الابتكارات، مجموعة من التقدم، وأما من الجهة الأخرى فسوف يكون الوضع مختلف، وبالتالي سيتعين علينا أن نتساءل عن واجب الاختيار أو عن واجب التواصل. هذا عنصر أساسي يعكس ما يحصل، وطبعا هذه الأمور تحصل فيما نحن نتحدث. فإن 5G أو الجيل الخامس هي من العناصر الأساسية التي تقولب الثورة الصناعية الجديدة، وهي مرتبطة طبعا بأمن البنية التحتية، وهذا ما تطلق عليه تسمية الطبيعة التخيلية لهذه بعض الشركات الصينية، والتي تنفي علي أن أقول هذه المزاعم. المسألة ليست مرتبطة بالمزاعم أو بالإنكار، بل المسألة هي أن عملية الارتقاء بالمعرفة عادة ما تكون على الشكل التالي: يحرز أحدهم تقدما، وبعد ذلك يتلقى شخص آخر هذا التقدم، وبعد ذلك يعود ليخطو خطوة إلى الأمام. وما يحصل هو أن الشركة الأولى أو أن الابتكار الأول أو أن الجامعة الأولى بعد ذلك تتلقف هذا التقدم، وبعد ذلك تحرز تقدما. العملية هي عملية مصدر مفتوح بطبيعة الحال. هذا هو الوجه الجديد، هكذا تتفاعل الأمور. والسؤال المطروح اليوم هو بالنظر إلى هذه الفروقات، بالنظر إلى هذه الاختلافات التي تزيد من التوتر توترا، وهو التوتر القائم من الجانب التجاري، فعندئذ ربما يمكننا أن نقول بأن الجانب التكنولوجي عندما ننظر في حقيقته نلاحظ بأن التقدم الذي كان يفلت من يدينا والذي كان يسير بوتيرة سريعة أصبح اليوم في حالة تباطؤ. لماذا؟ لأنه في العديد من الدول، وهذا يتضمن العديد من دول منظمة التعاون التنمية في الميدان الاقتصادي والعديد من الدول الغربية، تعرف خلطا من التكنولوجيا، وهذه الأخيرة طلب إليها أن تلقي نظرة فعلية وأن تعرف إذا كانت العناصر التي تفضلت بها قبل لحظات هي موجودة أم غير موجودة. لقد تلفيت الرد على سؤالي عمدا، ربما تعمدت تفادي من الإجابة. أنا سألتك هل تشارك الحكومة الأمريكية مخاوفها، وأنا أفهم بأنك أجبت على السؤال بطريقة مختلفة، ولكن هل تشارك الحكومة الأمريكية مخاوفها، وهل تعتقد بأن حكومات أخرى من حول العالم يجب أيضا أن تكون على يقين وحذرة مما تعتبره طبعا الولايات المتحدة طبيعة؟